كل سنة وانتم سالمين. روتانا خليجية، أنا بحبكم كتير بمناسبة مرور 10 سنوات. إن شاء الله عقبال 100 سنة يا رب. نسرين طافش. أقول لروتانا خليجية كل سنة وهم طيبين، ومش 10 سنين بس ولا 100 سنة، 1000 سنة إن شاء الله، ويا رب يا رب دايما كده من نجاح لنجاح. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، من جديد تحتفل روتانا خليجية اليوم بمرور 10 سنوات على انطلاقها التاريخي الذي لا ينسى طبعا، والتاريخ الذي لا ينسى 5/5/2005. هي 10 سنوات كاملة من العمل والعطاء وأكيد الحب. بحسبة الأرقام هي أكثر من 87,000 ساعة على مدى 3650 يوم لم تبخل بها روتانا بتقديم كل جديد ومميز. طبعا خلف هذا العمل الكثير من الجهد لفريق العمل الذين فاجأناهم أمس في كواليس البرنامج من هنا من جدة، وأنا منهم. خلينا نشوف هذا التقرير. من مايو 2015 تاريخ لا يمكن أن يمر على مشاهدين في روتانا خليجية دون وقفة، فهو يعني 10 سنوات من التميز والنجاح مضت منذ انطلاقها في 5 مايو 2005. قطعت روتانا فيها شوطا طويل من العمل الذي قدمت من خلاله كما كبير من البرامج والتغطيات التي لامست الشارع السعودي، من بينها برنامج سيدتي الذي انطلق من سنوات قليلة من 3 مدن عربية هي أبوظبي والرياض وجدة، تعمل في وقت واحد وبشكل يومي لتقديم جرعة متنوعة في شتى المجالات. روتانا خليجية من القنوات اللي أنا كنت أعتبرها بيتي الثاني، والآن طبعا بعد هذه المجهودات الكبيرة في جميع البرامج اللي أنا بالفعل بحيي فيها كل زملاتي وكل فريق عمل بكل برنامج، فعلا أثبتوا جدارة كبيرة جدا، وقدرنا الحمد لله نوصل لقلوب المشاهدين في جميع أنحاء الوطن العربي. ربما هي من المناسبات القليلة التي نسلط فيها الضوء على طاقم عمل برنامج سيدتي، فما خلف الكواليس هو عمل جبار يعمل عليه فريق لا يهدأ بجهد وإخلاص لأقدم لكم أهم وآخر الأحداث والمواضيع في المملكة والخليج. أبارك لقناة روتانا مرور 10 أعوام، وببارك لزملائي والعاملين في قناة روتانا وبالأخص برنامج سيدتي، ودوري كمراسلة في برنامج سيدتي الحمد لله بيخلينا نحاول نغطي لكم كل البرامج وكل الفعاليات والمهرجانات اللي بتكون في جدة خصوصا، وإن شاء الله إن شاء الله 10 أعوام قادمة فيها المزيد من النجاح ومزيد من التطور لقناة روتانا ولكل العاملين فيها. فريق الإعداد والمصورين والمنتجين يحرص يوميا على تقديم أخبار متنوعة يجمعها المراسلون من كل مكان، ويتم تقديمها على الهواء مباشرة وقبل الآخرين. ملأي في قناة روتانا خليجية إنشاءها على 10 سنوات، وإلى الأمام إن شاء الله في عقود أخرى إن شاء الله. أهنئ فريق عمل روتانا خليجية بمناسبة مرور 10 سنوات على التقدم والنجاح، وعقبال يا رب 1,000,000 سنة لروتانا خليجية من نجاح إلى نجاح إن شاء الله. أنا فخور جدا أنه أنا من السنة الأولى لانطلاقة هذه القناة الكبيرة جدا كنت من ضمن فريق الإعداد الموجودين في هذه القناة، وأتمنى يا رب لكل مشاهدين روتانا أن يستمتعوا سنة ورا سنة بالبرامج والمواد الجميلة التي تقدم عبر هذه الشاشة. مثل ما شفنا في التقرير مشاهدي الكرام، ليلة الاحتفال دائما لها طابع مختلف وفي أجواء السعادة بهذه المناسبة. أكيد لازم نتوقف قليلا مع بعض الشخصيات اللي بتشوفوها كثيرا في روتانا خليجية من المذيعين والمذيعات، حيث نحاول تحليل شخصياتهم من خلال ضيفنا العزيز الدكتور علي عبيد، وهو محلل الشخصيات والمختص في هذا العلم. أهلا وسهلا فيك يا دكتور. أهلا وسهلا فيك يا أستاذ خلود. صراحة أتشرف جدا بعد بسم الله الرحمن الرحيم أني أكون في اليوم الجميل هذا العظيم، 10 سنوات حب عطاء، أني أكون واحد من المحتفلين في بهذه المناسبة العظيمة يعني. أهلا وسهلا فيك يا دكتور، وإحنا يسعدنا أن احنا نجيبك في هذه المناسبة اللي فعلا هي مناسبة تعتبر خاصة لنا كلنا كفريق عمل روتانا ولكل متابعين روتانا كمان، أكيد وضيوفها الكرام. أكيد الله يكرمك. دكتور، 10 سنين
الآن روتانا خليجية بتقفل 10 سنين وأنا بقول لها إن شاء الله عقبال مليون سنة. إيش رأيك طبعا كيعني حضرتك متخصص في هذا المجال ومجال يعني تحليل النفسيات والشخصيات، كيف شايف ما تبث قناة روتانا خليجية على أثرها على المشاهد بشكل عام، وإيش رأيك في المواد اللي بتبثها للمشاهد؟ صراحة أول شيء أنا أعتبر تقريبا من أهل البيت، يعني من جروب روتانا أو من عائلة روتانا بحكم يمكن ضيف من أقدم الضيوف وبعدين يعني شرفتنا أكثر من مرة. بصراحة أنا معجب جدا خاصة في المواضيع الاجتماعية اللي بتلامس يعني فيها هذه الوصفة، إنه بتلامس احتياجات المجتمع بطريقة مباشرة. طبعا هذا حتى إذا كانت المادة قوية أو الموضوع قوي يحتاج لها زي ما حنشوف بعد شوية تحليل الشخصيات لمقدمي هذه البرامج بمختلف مسمياتها، وعلى رأس ممكن برنامج سيدتي أنت طبعا حيجيك بعد وقت التحليل لأنهم لأنهم صراحة مقدمين أو كل الكادر أو كل العائلة روتانا خليجية من أبرز الشخصيات في المجال الإعلامي اللي أنا شفتهم صراحة ما شاء الله. جميل جدا. طب أنا يعني كونه أنا عارفة زملائي أو زميلاتي في الاستوديوهات جالسين بيشوفوا، واللي بتشرب نسكافيه وجالسة قدام الشاشة بتستنى يجي وقت الكاميرا أو وقت الهواء حقها ويوي، أنا حفاجئهم ونبدأ نحلل شخصياتهم واحدة واحدة. ممتاز ممتاز. أنا طبعا هخلي نفسي آخر واحدة لأنه أنا يعني هيجيني الدور أتمنى تخلص الفقرة قبل ما لا أكيد. خلينا أبدأ بعلي العلي، يعني زميلنا المحترم والراقي جدا علي العلي. يعني تمام، طبعا عشان بس نوضح الصوره انه هي ما اعتمدنا على التحليل فقط على الصوره. طبعا انا اعتذر لانه المفروض انا قلت روتانا بسيدتي تحديدا، لكن خلينا نبدا بروتانا وعلي العلي. يعني ما في مشكله. فهو عشان بس نوضح للمشاهدين انه هذا تحليل علمي بناء على السلوكيات او التصرفات الظاهره للمشاهدين. طبعا ايش اقول وايش اخلي خلينا اسميه في الاسطوره السقراطيه الاستاذ علي العليان. فهو في صفات كثيره في الاستاذ علي، يمكن من ابرزها خلينا نقول النظرة الخيالية الواقعية اللي قلما تلاقيها في الواحد، يعني بتلاقيه يفكر في المستقبل دون الذهاب لأي أو دون ترك الحاضر، فهو نظرة مستقبلية بواقع حاضر. عشان كده أنا سميته سقراط، وهذه النظرة الفلسفية الواقعية يعني نادر لما تلاقيها في الأشخاص وخاصة إذا كانوا إعلاميين. فهذا اللي كان يميز الأستاذ علي العلي، وهو مميز بالفعل وجه له كل التحية. إيش رأيك ننتقل الآن وسريعا إلى زميلتي العزيزة وصديقتي نادين بدير؟ طبعا الأستاذة نادين يمكن من أبرز ردت فعلا بتقول إنه في كلام كتير. طبعا خلينا نقول إنه إحنا شخصيات تقريبا، أنا بقول بس اللي يميز كل شخصية يعني في أشياء كثيرة متشابهة. يمكن الجرأة وخلينا نقول ما بقول حب السيطرة بقدر ما هي تبغى تكون ماسكة زمام الأمور، متحكمة جيدا في عواطفها بعقلها قبل ما تخطو خطوة بتدرسها من كل النواحي. طبعا هذا كله جاي من تجاربها وخبراتها السابقة في الحياة الخاصة والحياة العامة. أوجه لها كل التحية. أكيد. والآن جاء موعد سيدتي دحين نبدأ بسيدتي وحبدأ من زميلتنا العزيزة هدى في الإمارات. أيوة أبو ظبي. أيوة. الأستاذة هدى طبعا من ألطف ومن أطرف الشخصيات، صاحبة روح عاطفية، روح مسالمة بشكل كبير. هذا ما يعني أنها تتنازل بحقوقها أو عن اللي مخططها بسهولة، ولكن لا زالت أنه هي العاطفة والسلام هي خيارها الأول تقريبا، ما بقول الأخير ولكن هي الخيار الأول والثاني والثالث والرابع عشان ما توصل لأي اختيار آخر يعني. طيب خليني أنتقل لزميلتنا كمان العزيزة رنيم القبج. أيوة الأستاذة رنيم يعني من أكثر الأشياء اللي بتميزها الأستاذة رنيم هي دراستها للمواضيع بخبرات الآخرين، يعني هذه مستعدة تتعلم من خبرات الآخرين عشان تجتاز بعض التحديات أو المراحل اللي جاية فيها، حتى لو ممكن بعض الناس هي وكذا واحدة من الأخوات ممكن يقولوا عليها مغرورة، ولكن هي ما هي كذا يعني، ولكن هي تحب تتعلم من خبرات الآخرين. أكيد. لا رنيم تحديدا ولها علاقة بالغرور، إنسانة جدا لطيفة ومتواضعة. طيب خليني أتكلم شوية على زميلتنا أحلام العجارمة. أيوة الأستاذة أحلام العجارمة طبعا من الشخصيات اللي طموحها عالي جدا ويعني خطواتها متسارعة برغم أنها هي بتدرسها بشكل مزبوط، طموحها عالي جدا، إرادتها قوية، مقدامة يعني الحذر عندها هذا مع الجرأة ماشي باراليل أو بالتوازي، فحذرها ما بيعطلها عن الإقدام أو عن أي شيء
ممكن تخطو لخطوه جريئه في المستقبل. طبعا انا اتمنى لها كل التوفيق، خصوصا انه هي بتنطلق في برنامجها الجديد الان، وان شاء الله مزيد من التوفيق لها والنجاح. خلينا ننتقل للغاليه جدا دلال. ايوه دلال سالم. ايوه الاستاذة دلال يمكن من الشخصيات اللي ما تحب تبيح لاي احد عن ما يعني اللي في نفسها، صورتها واضحه. ايوه ما تحب يعني كانت بداياتها يمكن صعبه شويه، عشان كده بتكون حذره بزياده. الى انها برضه معطاءه، طموحه، متفائله. اللي يميز اغلب الكادر هنا انهم عندهم جراه قويه جدا. هذه الجراه دائما بيستغلوها في صالح البرنامج، مستفيدين من خبراتهم في الماضي. تمام. احنا عندنا زميلنا كمان من الزملاء اللي يمكن ننساهم، كمان عندنا زميل تركي العجمه بروتانا خليجيه. برضه بالضبط الاستاذ تركي العجمه اكثر شيء يميزه، خليني اقول انه واقعيته بزياده. بمناسبه تركي العجمه، ما حد سامعنا، انت اتحاد ولا اهلاوي ولا ايش؟ كيف ما حد سامعنا؟ الدكتور بمزح معك، يعني كيف اكيد ما كل الدنيا سامعنا. انا اتحاد يعني جداوي اتحادي يعني. اوه أيه. صريح. اوكي فالاستاذ تركي واقعي جدا، يحب يلامس احتياجات الناس بعقولهم اكثر من النظرات الخياليه او المثاليه، فهو يتكلم عن واقع واحتياج الناس بعقول الناس، عشان كده تلاقيه دائما مقرب لكثير من زملائه، يعني ما يطيح الكلفه يعني بسهوله، بعكس او مو بعكس. او هنا ملاحظه نرجع ثاني مره لعلي العلي الاستاذ علي، فهو يحب انه يكون لا كل شيء مرتب، كل شيء له حدود، وكل شيء نظامي عشان ينجز المواضيع بشكل افضل. طبعا احنا لو يسعفنا الوقت ان احنا نحلل كل شخصيات زملائنا الباقيين، محمد الخميس في كمان احمد العرفج، كل زملائنا في كل، طبعا احنا نعتذر لانه عشان ما حللنا بقيه الشخصيات، لكن خلصوا صح؟ ما في احد تقريبا خلص. ما في احد ريم يمكن نسيت وحده؟ ما في وحده نسيتها؟ حضرتك طبعا انا مخلي الحضرة. اوكي انت من اهم الميزات اللي تتميزي بها استاذة خلود المرونه العاليه اللي عندك، الوضوح، الشفافيه. يمكن اللي دائما يمكن الى انا اعرف يمكن الان 4 سنين ولا 3 سنين ولا فتره طويله، يعني الشيء المهم فيك اللي ابغاك تنتبه عليه دائما تقدمي بعض الاخرين على نفسك لازلتي، فهذه من الاشياء اللي بتحسبي انه بتقدمك هي مرات بتأخرني. بالضبط بتعطلك شويتين. هذه هي الفكره الاساسيه. والله يحييك، انت جيت بالصميم الصميم لانه هذا علم. بالضبط تطبيق العلم هذا شيء اكيد جميل يعني انا بالنهايه في عندي ايجابيات وعندي سلبيات زي باقي البشر. انا شايفه كلها ايجابيات الى الان. الله يخليك يا رب. تسلم. طب يعني دكتور ابغى اسالك، طب يعني مع تحليل كل هذه الشخصيات الاعلاميه، دائما الاعلامي خلينا نقول اكون صريحه معك حبتين، ما بيكون شخصيته الطبيعيه التلقائيه اللي بيكون فيها بالبيت. يعني الا ما يكون، انا اتكلم عن نفسي بلاش زملائي، الا ما يكون في شويه مش قناع، يكون شويه يعني مش العفويه اللي هي بتشوفها بالشارع او في بيتك او الى حتى في الشارع الواحد ما بيكون عفوي. فيعني بتقدر تحلل رغم انه الانسان ما بيكون على طبيعته بنسبه يعني نسبه بسيطه؟ هو التحليل هنا هذا من اهم الاسئله اللي تسال في علوم تحليل الشخصيات من اقسام علم النفس، انه يا جماعه في تصرفات زي ما تفضلتي وقلتي بتكون من عقله الواعي، يعني خلينا نقول معلش متصنعها عشان يخفي اشياء، لا يمكن ان يخفي بعض السلوكيات اللي هي بتنتج عفويه من العقل اللاواعي، واحنا نستند على في علوم تحليل الشخصيه على هذه التصرفات، مثل الجلسه، طريقه الايماءات، حتى لو كانت تقدر تفرق بين الطريقه المصطنعه والطريقه العفويه، احنا دائما نمسك الطريقه العفويه هذه لان هي تكون يعني تعطيكي كل دلالات الشخصيه الحقيقيه والعميقه. صحيح بالفعل دكتور، يعني مثل ما يقولوا هذا البحر علم او هذا العلم بحر، يعني بتقدر تحلل شخصيه، ربما من التصرفات البسيطه تقدر صحيح. تحلل صحيح. شخصيات حتى النجوم الاعلاميين الناس كل شيء. ما بالضبط هذه هي الفكره من انه نحن نحلل الشخصيات الناجحه هنا او الاعلاميه والمتميزه، عشان احنا بنقول للمجتمع انه زي ما تفضلت وقلت في زي ما في لهم ايجابيات ترى لهم سلبيات، بالرغم من السلبيات والتحديات اللي يواجهوها إلا أنهم قادرين يتغلبوا عليها ويظهروا ويعملوا سيطرة أو كنترول عليها ويتقدموا للنجاح، عشان كده نبغى المجتمع ككل ياخذ هذه الصفة الإيجابية في الإعلاميين والنجوم السوبر ستار يعني. أكيد أكيد. إحنا شاكرين لك دكتور علي ويعطيك ألف عافية، شكرا لتواجدك. شكرا لك. شكرا لك. الآن مشاهدي الكرام حذهب لزميل